يعيش برزق حلال طيب، ونخاف ربي في بيعي وفي شراي، والزبون اللي بيجي يقول لي عبي لي حاجه بنعبيها له احسن من اللي بنجيها هو. ليه؟ بنخاف ربنا مش هنخاف الزبون، بندي له حاجه نظيفه وندي له حاجه حلوه وندي له حاجه حلوه وبياخدها وبيرجع لي تاني بيقول لي الله ينور عليك عبي لي انت، بقول له خد الكيسه وعبي، يقول لي لا انت اللي تعبيني. يدي ياخد بطيخه مني، ما نديلوش بطيخه وحشه، ما نديلوش اي حاجه وحشه، وماشي بمرض الله ونخاف ربنا في شغله وفي عملي وفي الجن اللي بنكسبه بالحلال منخاف فيه من ربنا والحمد لله. والله انا كنت نفسي ان احقق عيالي كده وكويسين وكويسين، وشديت عليهم وتعبت، وفي الاخر سابوني ومشوا، امهم سلطتهم وخدتهم وبهدلوني، وفي الاخر يعني اديني شقيت عليهم وربيتهم، ولا خير في الواد ولا خير في البيت، معايا 5 عيال وسابوني لغايه دلوقتي لوحدي. وانا كان نفسي نعلم عيالي ونشق عليهم وسابوني ومشوا، وانا شقيان على عيالي وتعبان، وفي الاخر هم سابوني ومشوا، وانا اديني ربنا معايا، هو ربنا اللي يسندني، ولا عيل ولا بنت ولا مره ولا اي حد، واديني محاول نفسي والحمد لله، وربنا سترها معايا وما خلينيش محتاج لاي حد، ربنا يكرمني. اخر ايامي دي نفسي نطلع عمره، مش عاوز حاجه من الدنيا.